نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. أهالي بلدتي صقبة والحموري في الغوطة الشرقية يرفعون العلم السوري وشهداء في قصف المسلحين دمشق. وحدات حماية الشعب تستقدم تعزيزات كبيرة إلى عفرين لمواجهة التصعيد التركي. نتنياهو يعد إسرائيل قوة خارقة بفضل الدعم الأمريكي ويتوعد إيران بإعادة العقوبات عليها. وبرلمانيات جزائريات يطالبن المجتمع الدولي بوضع حد لمآسي النساء في سوريا واليمن وفلسطين المحتلة. أفادت مراسلتنا بأن أهالي بلدتي صقبة والحموري في الغوطة الشرقية لدمشق رفعوا العلم السوري في أكثر من مكان في البلدتين، وأشارت إلى أن الأهالي خرجوا بتظاهرة ضد المسلحين وطالبوا بتحييد البلدتين عن العملية العسكرية. وأضافت مراسلتنا أن العملية العسكرية للجيش السوري تتواصل على 3 محاور في القطاع الأوسط في غوطة دمشق، وتقع بلدة حموري في وسط ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون في الغوطة. استشهد 3 أطفال وأصيب عدد من المدنيين بجروح في استهداف الجماعات المسلحة أحياء في العاصمة السورية دمشق وفي ريفها. ونقلت وكالة سانا عن مصدر أمني أن قذيفتين أطلقتهما التنظيمات الإرهابية على حي باب توما تسببتا بوقوع شهداء وجرحى بأضرار مادية في المنازل والممتلكات. وفي جرمانة استهدف محيط ساحة الرئيس بصاروخين أديا إلى إصابة 5 مدنيين بينهم طفلة في حالة حرجة. أعلن الناطق باسم مركز المصالحة الروسي اللواء فلاديمير زولوتوخين أن الجيش السوري فتح ممرا إنسانيا للمدنيين والمسلحين الذين يرغبون في الخروج من الغوطة الشرقية. وأضاف أن الجيش السوري عرض على المسلحين الخروج مع أسرهم وأسلحتهم الفردية. أشار إلى أنه لم يسجل خروج أي مدني من الغوطة بعد برغم إعلان هدنة إنسانية لليوم 8 على التوالي. طلبت كل من فرنسا وبريطانيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في سوريا. وعلى صعيد آخر اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بتجاهل قرار مجلس الأمن 2401 في الرقة ومخيم ركبان عند الحدود مع الأردن. وزارة الدفاع الروسية دعت واشنطن إلى عدم إعاقة وصول المنظمات الإنسانية إلى هاتين المنطقتين. من جهة ثانية أعلنت وزارة الدفاع عودة 1000 نازح إلى حلب وذلك بمساعدة مركز المصالحة الروسي. ومن جانب آخر انتشلت فرق الإغاثة نحو 300 جثة لمدنيين من تحت الأنقاض قضى أصحابها نتيجة القصف الجوي لطائرات التحالف الأمريكي بذريعة محاربة تنظيم داعش في مدينة الرقة السورية. زينب طفيلي. على الرغم من أن قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الأمريكي سيطرت على مدينة الرقة منذ عدة أشهر، إلا أن العدد الأكبر من الأهالي لم يسمح له بالعودة إلى المدينة. من عاد منهم إلى أطلال الأحياء والمنازل وجدها مدمرة بالكامل، ومع ذلك باشر بترميم ما يمكن ترميمه. فرحة هؤلاء لم تكتمل، فروائح الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض تملأ شوارع المدينة. انتشال يعني ما يقارب 300 جثة لحد الآن، والعمل الجاري يعني من المتوقع أن تكون أعداد الجثث تتخطى 1000 جثة. والله تعاني بالنسبة للجثث أكثر شيء تعاني مقابر. المقابر أكثر شيء بالحدائق. الحدائق وأكثر شيء تعاني يا أخي بالبيوت، نفوت على البيوت يعني كل بيت نلقى به مقبرتين أو 3. مجلس الرقة المدني بدأ منذ أيام بانتشال مئات الجثث، وهي في معظمها لمدنيين قضى معظمهم بفعل غارات التحالف الدولي أو جرائم تنظيم داعش. نتيجة للحرب التي حصلت على مدينة الرقة والكل يعلم، وحصار المدنيين داخل المدينة وأثناء القصف والطيران مثلا، انهارت هذه البنايات على المدنيين. رائحة الجثث أدت بحسب فريق الاستجابة إلى انتشار مرض الليشمانيا، لذلك يعمل عناصر الفريق على تسريع وتيرة عملهم قبل بدء فصل الصيف لتجنيب الأهالي الأمراض التي قد يتسبب بها تحلل الجثث المنتشرة تحت الأنقاض.
شددت وزارة الخارجية السورية على أن القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في الغوطة الشرقية يمثل انتهاكا واضحا للقرار 2401، وأشارت إلى أنه يوجه رسالة دعم إلى التنظيمات الإرهابية للاستمرار في جرائمها ومواصلة استهداف المدنيين في دمشق وفي ريفها واحتجاز المدنيين في الغوطة. الخارجية السورية أوضحت كذلك أن دمشق التزمت جميع قواعد القانون الدولي الإنساني واتخذت الإجراءات ذات الصلة وآخرها الموافقة على إيصال قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة وتأمين ممرات آمنة للمدنيين الراغبين في الخروج من المنطقة، وأكدت حق سوريا في الدفاع عن مواطنيها ومكافحة الإرهاب، وشددت على أن هذه المواقف المسيسة والبعيدة عن القانون الدولي لن تمنعها من الاستمرار في مكافحة الإرهاب والعمل على استعادة الأمن والاستقرار. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العملية التي تقودها بلاده في عفرين ستمضي على نحو أسرع. أردوغان والذي جدد نفيه تضرر المدنيين نتيجة العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين تحدث عن تطهير القوات التركية قرابة 700 كيلومتر مربع في عفرين من التنظيمات الإرهابية بحسب وصفه. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عزمها على نقل 1700 مقاتل من المعارك ضد داعش في ريف دير الزور شرق سوريا إلى منطقة عفرين شمال البلاد. القيادي في قوات سوريا الديمقراطية أبو عمر الإدلبي شدد على أن أهالي عفرين لهم الأولوية، مشيرا إلى أن حمايتهم أهم من قرارات التحالف الدولي. في العراق أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولنبرغ أن قوات الناتو ستبقى في العراق بناء على طلب خطي من الحكومة العراقية. ووصل إلى بغداد للقاء المسؤولين ستولنبرغ للقاء المسؤولين العراقيين وبحث الوجود العسكري لقوات الناتو، حيث قال أن هذه القوات ستتولى التدريب ما دام ذلك ضروريا للتأكد من عدم ظهور تنظيم داعش مجددا. سنبقى في العراق إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك، وسبب وجودنا الآن هو بناء لطلب الحكومة ولتدريب القوات العراقية. لا نية لدينا للبقاء أكثر مما ينبغي، كما أننا نخطط لإنشاء أكاديميات عسكرية لتدريب القوات العراقية بحيث تصبح أقل اعتمادا على القوات الأجنبية. فصل قصير ونواصل بعده النشرة. أهلا بكم من جديد. حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران مسؤولية دعم من سماهم قوى الشر في العالم على حد تعبيره، وأضاف في كلمة له أمام مؤتمر إيباك أن غالبية الدول في المنطقة تعلم أن إسرائيل ليست هي العدو وأنها تعمل على وقف ما وصفها بالإمبراطورية العدوانية التي تبنيها إيران. وشدد على أن إسرائيل لم تكن يوما أقوى عسكريا مما هي عليه الآن، وذلك بفضل الدعم الأمريكي لها، محذرا من أن بلاده ستقاطع كل من يتحدث عن مقاطعتها. ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف تمويل الإرهاب. كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ صحفيين أن السعودية وقعت اتفاقا مع شركة إير إنديا ينص على منح الشركة حق التحليق فوق أراضيها في طريقها إلى إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي أن الحكومة تجري محادثات مع شركة العال الإسرائيلية حتى لا تتضرر اقتصاديا، لأنها تسير أيضا رحلات مباشرة إلى الهند. إذن يستمر المسؤولون الإسرائيليون في استغلال أي فرصة ومنصة للتعبير عن التقدم الحاصل في العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية في ظل الحديث عن تطور أشكال التطبيع وارتقائها. منى الإسماعيل. في إطار استغلاله أي مناسبة للحديث عن تقدم العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، لم ينسى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الموجود في واشنطن خلال لقائه الرئيس الأمريكي التذكير بأهمية تشكيل حلف مع الدول العربية في مواجهة إيران. التحديات في الشرق الأوسط كثيرة، وجيراننا العرب فهموا الوضع تجاه إيران. نحن نريد إيقاف جهود إيران في المنطقة، وبسبب هذا التحدي لدينا الفرصة لتقريب الدول العربية المجاورة لنا. نحن نريد أن نقوم بشيء في هذا الاتجاه، وسنبحث ذلك.
الحديث الإسرائيلي عن تطور العلاقات مع بعض الدول العربية انتقل من حيز التصريح إلى حيز التنفيذ، ليتخذ التطبيع مع إسرائيل على الأرض أشكالا مختلفة، تجارية وسياحية وحتى رياضية. إسرائيل الحريصة على إظهار مدى تقدم العلاقات بينها وبين الدول العربية، كشف رئيس حكومتها خلال حديث مع الصحفيين الذين يرافقونه في زيارته لواشنطن بأن السلطات السعودية وافقت لشركة طيران الهند على السفر إلى إسرائيل عبر مجالها الجوي ضمن خطوط جديدة بين تل أبيب ونيودلهي. أما الزيارات التي قام بها عدد من الحاخامات اليهود إلى البحرين فقد دفعت البعض في إسرائيل إلى التساؤل عن إمكانية تحويل البحرين لتكون الوجهة السياحية المقبلة والواعدة لليهود. وفي موازاة الزيارات التي حملت الطابع السياحي لبعض الحاخامات اليهود إلى دول عربية، برزت مشاركة فرق رياضية إسرائيلية في مباريات نظمت في دول خليجية، كان آخرها حصول إسرائيل على المركز الثالث في بطولة العالم المدرسية لكرة اليد في قطر. توسع دائرة التطبيع مع إسرائيل دفع الحاخام الأمريكي البارز مارك شناير إلى القول إننا الآن على أعتاب علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ودول الخليج، وإن المسألة متوقفة على الوقت فقط. كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن رسائل إلكترونية مسربة تظهر محاولات رجل الأعمال الأمريكي إليوت برويدي المقرب من الإمارات وأحد أكبر ممولي حملة ترامب محاولاته إقناع الرئيس الأمريكي بإقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون. الدفع باتجاه إقالة تيلرسون وفقا للمراسلات جاء بسبب موقفه غير الداعم لأبوظبي في الأزمة الخليجية. وكشفت المراسلات أن برويدي حث ترامب على دعم الإمارات والسعودية ونصحه بعدم الخوض في الأزمة الخليجية وعدم الوقوف في صف قطر. أضرار كبيرة وخسائر تلحق بالمزارعين في غزة بسبب رش طائرات زراعية إسرائيلية مساحات واسعة من الأراضي المحاذية للحدود في قطاع غزة بالمبيدات السامة. تقرير يلقي الضوء لأحمد غانم. يتفقد هذا المزارع بحسرة كبيرة محصوله الذي أتلفته المبيدات العشبية السامة التي رشتها الطائرات الإسرائيلية على طول الحدود الشرقية لغزة بحسب وزارة الزراعة الفلسطينية. المبيدات قضت على مساحات واسعة من المزارع، فيما لا تزال آثارها واضحة على نباتات أخرى أضحت شبه محترقة ليضيع معها تعب موسم بالكامل. مين بدي يعوضنا؟ احنا اليوم تكبدنا خسارات مش طبيعية، خسائر اليوم يعني صارت الفكرة عند المزارعين أن يتركوا هذه المناطق، وهذا شيء خطير جدا، يكون يعني تهجير بطريقة أو بأخرى. كانت هذه سلة الحمضيات في قطاع غزة، اليوم احنا الفواكه والحمضيات بنستوردها من دولة إسرائيل، وإسرائيل تنظر أن تتعامل معنا بهذه الطريقة أنه احنا نستورد الخضار من دولة إسرائيل، احنا نكون استهلاكيين وعبيد لدولة إسرائيل. وزارة الزراعة التي حذرت من المبيدات الإسرائيلية السامة للآثار الخطيرة التي تخلفها على صحة الإنسان أكدت أن نحو 5000 دنم من الأرض المزروعة بالخضر فضلا عن المراعي طالتها عمليات الرش التي كبدت المزارعين حتى اللحظة خسائر تتجاوز المليون دولار، مبلغ لا يستطيع المزارعون تحمله فيما يواجهون سياسات القمع والترهيب. مبيدات أعشاب يعني تقوم بحرق المجموع الخضر وهي مواد سامة وإلها فترة أمان، وفترة الأمان تتراوح ما بين 8 أيام إلى 10 أيام، فيمنع استهلاك أي منتجات من تلك من منتجات الخضار حتى تنقضي فترة الأمان الخاصة بالمبيد. وهنا يسابق هؤلاء المزارعون الزمن لحصاد ما تبقى من خضرهم الناجية قبل أن تطالها عمليات الرش المتواصلة والمتكررة منذ أعوام عديدة. هكذا إذن حصدت إسرائيل بمبيداتها السامة جهد عام كامل لهؤلاء المزارعين لتحرمهم لقمة عيشهم المغمسة أصلا بالدم على طول الحدود وتحت ذرائع أمنية يرونها واهية. أحمد غانم، غزة، الميادين. طالبت برلمانيات جزائريات وشخصيات سياسية جزائرية المجتمع الدولي بمراعاة المآسي التي تتعرض لها المرأة العربية في سوريا واليمن وفلسطين المحتلة. هذه الشخصيات السياسية نددت بمعاناة المرأة العربية في بؤر التوتر وأعلنت تضامنها معها في اليوم العالمي للمرأة. فرحهم فرحنا، حزنهم حزننا، مآسيهم مآسينا،
نحن لا نستطيع أن نفرح والنساء في سوريا وفي العراق وفي اليمن يتألم. احنا مجاهدات في ثورة التحرير وما نقدرش نشوف الوضع هذا. وضع العربي أصبح متردي جدا. يعني فخورة جدا في هذه السنة لأن المرأة الجزائرية بالفعل أقلت من نسبة الأمية يعني اللي كانت مرتفعة جدا، فاليوم 9% في العدد الإجمالي يخلينا ويخليك ويخلي الكل نكونوا مفتخرين أننا قدرت تقاوم رغم السن ورغم المشاكل واحتقمت العلم. فلسطين هي في هذه الوضعية ما نقدروش نعتبره أن نستمتع بحقوقنا، لأن عندنا واجب، هو واجب أن نذكر دائما دائما المرأة الفلسطينية الشاب الفلسطيني. وللمزيد تنضم إلينا من العاصمة الجزائرية نائبة رئيس البرلمان الجزائري فوزية سحنون. أهلا بك سيدة فوزية. بداية، ماذا اختيار هذه الدول الثلاث للتنديد بوضع المرأة فيها ومطالبة بتحسين وضعها؟ اليمن، سوريا، فلسطين المحتلة، ما الذي يجمع بخصوص وضع المرأة في هذه الدول الثلاث في هذه البلدان؟ شكرا شكرا. أولا عيد عام سعيد وكل عام وأنت المرأة العربية متألقة. وبالنسبة لفيما يجرى في سوريا وفي اليمن، أنا أظن أن الاستقرار هو الأهم. عندما يكون الاستقرار هو الأول ثم نستطيع أن نتكلم على الكوطة على المرأة، لأن مدام هناك حروب واستغلال المرأة الفلسطينية والمرأة اليمنية، لا نستطيع أن نتكلم لا على البلدية ولا على المجالس المنتخبة. إذن هناك في هذه الدول هناك لا نستطيع كذلك أن نتكلم على الديمقراطية لأن هذه الدول محتلة. أولا لابد علينا أن نتحد نحن عرب فيما بيننا من أجل حماية الأطفال والمرأة العربية، المرأة الفلسطينية، المرأة اليمنية. الآن أنا أتكلم على المنظمات العالمية التي تتكلم عن حقوق الإنسان والتي تتكلم عن حقوق المرأة، أين هي في هذه الدول؟ نعم سيدة فوزية. نعم. طيب سيدة فوزية، بخصوص هذه المطالبة، يعني برلمانيات جزائريات طلبنا بتحسين وضع المرأة في هذه الدول الثلاث، ما الذي يترتب على هذه المطالبة؟ يعني هذه الرسالة موضوعة أمام من بالتحديد؟ كيف ستتحركنا أيضا كبرلمانيات جزائريات فيما خص هذه القضية؟ طبعا نحن نتحرك نندد فيما نندد كل ما يجرى في فلسطين وفي اليمن وفي سوريا. نندد يعني في الوضع المزري الذي تعيشه المرأة العربية السورية الفلسطينية اليمنية. نندد كذلك على الوضع المرأة في نحن نطلب حماية المرأة. المرأة في هذه الدول ليس لها ولا سقف يحميها. إذن نحن نندد بكل ما يجرى في هذه الدول الثلاثة. طيب يعني الحماية من الاحتلال من الجماعات الإرهابية؟ الحماية من الاحتلال، حماية من الإرهاب، الحماية من حماية صحة هذه المرأة في هذه الدول، حماية الطفولة، كذلك الوضع الاجتماعي يعني مزري. لا نستطيع أن نقول هناك وضع اجتماعي، إذن هناك لا يوجد بتاتا. نعم. طيب ما بعد هذه الخطوة، يعني خطوة التنديد في البرلمان الجزائري، ما بعدها؟ هل سيتم التواصل مع برلمانيات في دول عربية أخرى؟ طبعا طبعا طبعا. أنا كنت عضو البرلمان العربي ولي اتصال بهالدول، كل الدول العربية 22 دول عربية. إذا نستطيع أن نرفع رسائل نندد للمنظمات العالمية للوني للاتحاد يعني للأمم المتحدة. إذا كل هذا نستطيع أن نفعله، ولو نستطيع أن يعني نصلح 1%، إذا صلحنا. طيب هل من خطوات عملية وإجراءات عملية بهذا الاتجاه، إن كان باتجاه برلمانات عربية أو برلمانيات عربيات أو باتجاه منظمات عالمية؟
طبعا طبعا طبعا. انا في 2015 كنت برفقه رئيس البرلمان العربي للامم المتحده ورفعنا له رساله لما يجرى هناك، وكذلك الوضع المراه العربيه خاصه في فلسطين والقدس المحتله. نعم، طيب ما هي هذه الخطوات وهل سنشهد في المرحلة المقبلة على المدى المنظور خطوة باتجاه تحسين وضع المرأة تحديدا في الدول الثلاث التي ذكرتيها؟ إن شاء الله إن شاء الله. نحن أولا الخطوة الأولى نطالب بالاستقرار، إذا لا نستطيع أن نحسن وضع المرأة وهي تعيش كهي ككل، يعني ككل الدولة تعيش كلهم يعيشون بدون استقرار في لا أمن. إذا أولا محاربة الإرهاب، ثانيا إعادة بناء هذه الدول، ثالثا يأتي دور المرأة. طيب سنتحدث قليلا عن الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات والعمل على تأسيس جبهة أيضا وطنية قوية للدفاع عن الجزائر رفقة الرجل، حديثينا عن هذا التفصيل، كيف ستشكل هذه الجبهة أيضا؟ الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات لست منضمة إليه. نعم، إذا لا أستطيع أن أتكلم على منظمة لست أنا يعني. طيب كخطوة وكوضع مرأة أيضا في الجزائر، كوضع المرأة، المرأة الجزائرية الحمد لله في تحسن. إذا قارناها بال يعني بال بما سبق منذ مجيء رئيس السيد سيدة فوزية، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيدة فوزية سحنون نائبة رئيس البرلمان الجزائري. بكل حالات شكرا جزيلا لها. أما الآن فنتابع في هذه النشرة، حيث هناك أزمة مادتي الغاز والبنزين في العاصمة اليمنية صنعاء تعود إلى الواجهة من جديد بسبب رفض التجار تأمينها احتجاجا على فرض السلطة في صنعاء أسعارا جديدة تتناسب مع وضع المواطن اليمني، وهي إجراءات حكومية للحد من تلاعب التجار بأسعار مادتي الغاز والبنزين. أحمد زبيبة والتفاصيل. يقضي إبراهيم أياما منتظرا دوره في هذا الطابور الطويل في أحد شوارع صنعاء للحصول على اسطوانة واحدة من الغاز لعائلته. هو كغيره من المواطنين تزداد معاناته مع انعدام وجود مادة الغاز منذ أيام، وكما يقول فإن المعاناة تفاقمت إثر ذلك. معاناة أنا قدك تشوف تجلس من يومين وأنت سارب ليل ونهار، وصح انهم رخصوا اسعار الغاز لكنهم عدموه. نطالب بالحكومه الموجوده بوضع اليات صحيحه لتوزيع الغاز وايصاله الى كل منزل، لانه الان معك عجائز، معك حريم، معك ناس مساكين قال ثلاث ايام اربع ايام، واللي هو معه معرفه ولا سطر صاحب المحطه يجي يعمل لك عند المحطه وعبى براحته وراح. سلسلة من الإجراءات اتخذتها السلطات في صنعاء لضبط المتلاعبين بمادة الغاز من خلال توزيعها على أكثر من 230 محطة خلال يومين، ومع ذلك لم تفلح في التخفيف من الأزمة بسبب ارتفاع نسبة الطلب، ومع امتناع الكثير من التجار عن بيع قوارير الغاز نتيجة فرض السلطة تسعيرة مخفضة لها. الرافضين لهذا السعر هم الذين منعوا دخول مقطوراتهم أن تدخل إلى السوق، ونحن في صدد التعامل معهم تمام حتى يتم إدخالها والبيع بسعر 3000 ريال إن شاء الله. خلال هذه اليومين يتم التغلب على هذه الأزمة. الأزمة لم تتوقف عند اسطوانات الغاز بل امتدت لينعدم توفر البنزين مجددا. مراقبون اعتبروا أن قرار تعويم المشتقات النفطية أدى إلى نشوء هذه الأزمات المتعاقبة، فالقرار همش دور شركة النفط في تحديد أسعار البنزين والديزل وأفسح المجال أمام التجار للتلاعب بالأسعار فيما اقتصر دور الشركة على تخزين الشحنات النفطية. اليوم التاجر هو الذي يمتلك اسطول من النقل وهو الذي يقوم بالتسويق، ولم يعد ملاك المحطات هما الخاضعين لإدارة شركة النفط، وبالتالي أصبح هنالك تلاعب بين تجار هذه المشتقات وبين مالكي المحطات. خشية المواطنين تتنامى مع وجود قوى داخلية وأخرى خارجية تحاول اختلاق الأزمات ورفع حالة الغضب الشعبي في ظل استمرار حرب التحالف وضغوطها الاقتصادية على البلد منذ ثلاثة أعوام.
أزمات مستمرة يتجرعها المواطن اليمني، ففي ظل الحرب تأتي أزمتان انعدام وجود الغاز والبترول بالتزامن مع عجز السلطة هنا من تقديم حلول ناجعة لتخفيف المعاناة. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. أما الآن فإلى العناوين. أهالي بلدتي صقبة والحموري في الغوطة الشرقية يرفعون العلم السوري، وشهداء في قصف المسلحين دمشق. وحدات حماية الشعب تستقدم تعزيزات كبيرة إلى عفرين لمواجهة التصعيد التركي. نتنياهو يعد إسرائيل قوة خارقة بفضل الدعم الأمريكي، ويتوعد إيران بإعادة العقوبات عليها. وبرلمانيات جزائريات يطالبن المجتمع الدولي بوضع حد لمآسي النساء في سوريا واليمن وفلسطين المحتلة. المزيد زوروا صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net. إلى اللقاء.